بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجماعة الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، الكل يعلم بأن الأمن الفكري مهم جدا في حياة الناس وفي حياة المجتمعات، بل في حياة الحضارات. كم من حضارة انهارت بسبب دمارها الفكري، بسبب التيه والضياع الذي تعيشه في مجال الفكر. الفكر هو البوصلة التي يهتدي بها الإنسان في حياته. إذا كان فكره سويا مستقيما يستقيم في أقواله وفي أفعاله. أما إذا كان فكره فيه انحراف سينحرف في حياته، سينحرف في سلوكاته، سينحرف في بنائه، فلا يتقن كلمة ولا يتقن بناء ولا يتقن عمرانا ولا يتقن فلاحة، حيث حل لا ينفع يضر. لذلك لابد من اهتمام بالجانب الفكري أيام اهتمام. لا أطيل، فاستمعتم كثيرا إلى إخواني الأساتذة جزاهم الله خيرا على ما قدموا في هذا المجال الحيوي. نروح مباشرة إلى الهدف، فأقول وبالله التوفيق في التمهيد. أمتنا أكرمها الله عز وجل بنعم لا تعد ولا تحصى، على رأسها نعمة الإسلام. ربي قال في القرآن الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. سؤال: هل يئس الكفار منا؟ لم ييأسوا منا. ربي قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يأسوا من الدين نتاعنا يقينا، ما قدروش يطفئوا نور الله، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، ولكن لم يئسوا منا. لاحظتم أخي الأستاذ جزاه الله خير أستاذ فيصل كيف وضع يده على الجرح؟ الاختلافات هذه وراي رايحة، ثم آخر كلمة ختمها علاش غيرنا مختلف ولكن بنى حضارة. الأقوياء يتكتلون والضعفاء يتمزقون، يتكتلون سياسيا في صناعة السياسات التي تقود العالم، يتكتلون اقتصاديا من خلال الشركات العملاقة، الشركات الكبرى المهيمنة على الواقع الاقتصادي الدولي، يتكتلون إعلاميا من خلال صناعة الإعلام، صناعة الرأي العام، وقيادة الأمم وقيادة الكون، أليس كذلك؟ يعني يتكتلون. وإحنا الأمة اللي عندها يا حسرة، وش من الخير اللي عندنا كأمة، وش من الخير اللي عندنا كجزائر. والله غير كي وقفت هنا شفت لي الصورة نتاع الشيخ نتاع الشهيد العربي بن مهيدي، يا حسرة يا حسرة، واش عندنا رجال يا عجب، وين تجبد خير ربي؟ هاو قدامنا واحد قطب من أقطابنا، والشيخ عمار الطالبي كما تفضل الشيخ فيصل الآن بذكره، هاو قدامنا واحد من هنا هنا، هاو حي ربي إن شاء الله يبارك في عمري ويبارك في عمر الجميع. الأمة كأمة، نعطيكم بعض النصوص، يلا نبدأ من سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شوف كيفاش خرج الإسلام كما تفضل أخي عبد الوهاب جزاه الله خير كالمخرجات. عمر كان في وضع ولا عمر الفاروق، خالد كان في وضع ولا سيف الله المسلول، وفلان وفلان، والحكاية والنماذج النيرة والقدوات العالية كثيرة جدا. خرج الأمة من القبيلة، وكتفا تعرف واش صرا كان في الجاهلية، الأصنام والأوثان والقبائل المتصارعة والهم إلى آخره، ولكن ولو أمة تقود الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا ما تنسوش هذه، إذا رحت لنا هذه راح كلش على بالكم. يعني الهموم نتاعنا معظم همومها هموم الأمة نتاعنا هي هذه، الحياد عن الوسط. فيه مثل بالقبالي يقول لك: ثقرنيث ثتساكيث قرنيث ثلمس ثقيم ذي الخالي. يعني طرف إفراط لهيه ولا لهيه، وحنا الوسط راه قدامنا. ربي يقولها في سورة البقرة
143، وقدر الله أن تكون هي في وسط الصورة. الصورة فيها 286 آية مقسومة على اثنين، تلقاها سواسوا باش ما تنساوهاش. سورة البقرة 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. علاه؟ هو حاجة كبيرة راهي موجودة بعد هذا المقطع، لتكونوا شهداء على الناس. على بالكم لا تقبل شهادة الغائب؟ تفضل تصوروا شاهد يتقدم أمام القاضي بشهادته وهو غائب، القاضي يقول هل كنت حاضرا عند إبرام العقد؟ يقول سيد القاضي ما حضرتش. يتابع جزائيا بجريمة تضليل العدالة. هو الأمة كي تكون غائبة اقتصاديا سياسيا إعلاميا ثقافيا، ورانا رايحين. لتكونوا شهداء على الناس، كمل، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا سعادتنا نهار اللي يشهد الرسول لنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إن شاء الله كي يشوفنا يفرح، وإن بكى يبكي فرحا، يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزاني. نهار اللي قال أحد الصحابة، قال ابن مسعود، قالوا اقرأ علي القرآن، قالوا أقرأ عليك وعليك أنزل، قالوا أحب أن أسمع من غيري، فبدأ يقرأ سورة النساء من يا أيها الناس اتقوا ربكم، حتى نوصل الآية رقم 41. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قالوا حسبك. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود، قال نظرت إليه فإذا عينا تذرفاني الدموع. طبعا يبكي، كان يبكي لأمرين، إما للأمة الغيبة الراقدة وكذا والشعوب، يبكي لأنه ضيعوا الفرص، فرص البناء الحضاري، فرص إقامة الشهادة على الناس، فرص ضائعة كثيرة. ويبكي فرحا للذين نصروا الإسلام وخدموه وتشرفوا، كما تشرفت جمعيتنا المباركة جمعية الفرقان، ربي يحفظها ويحفظ القائمين عليه ويحفظ الجميع. يلا نروح آية أخرى في سورة الأنبياء الآية 92، ربي قل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في سورة المؤمنون الآية 52، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يا حاصرة شحال الآيات، أمة هذه كأمة عند الخير الله يبارك، يبدأ من المصطفى صلى الله عليه وسلم الآن إلى أن تقوم الساعة. وإحنا كجزائر يحاسبنا ربي يوم القيامة، أعطلنا ربي مرجعية خيرات لا تنسى، جبدوا العلماء، جبدوا الشهداء. الناس قارنوا بين الثورة الجزائرية والثورات العالمية الكبرى، المفكرون الكبار أعطوا شهادات، قال لا وجه للمقارنة، الشعب كله بطل عموما، ما هوش زعيم ولا كذا. طبعا في مقارنات دارها المؤرخون في هذا الباب، عندنا شهداء، عندنا أبطال إلى آخره. في العلماء ابن باديس، الشيخ بيوض، الشيخ البشير الإبراهيمي، الشيخ عدون، وقطب الأئمة، الشيخ طفيش، والمفكر الإسلامي الكبير مالك بن نبي، وهو قدامنا مفكر كبير، وقدامنا أيضا أساتذة طلبة أيضا، إن شاء الله فيكم الأمل كبير جدا. وهذه مؤسسة من مؤسسات المجتمع التي نرجو منها أن تؤدي دورها حقيقة وبشكل فعال. والنظريات اللي خلاها الملك بن نبي وغيره من مفكرين فاعلية، الإفيكاسيتي أو الفعالية أو الفاعلية، خير رب. المهم نروح مباشرة الآن، يلا نروح إلى المؤسسات، كثيرة دورها مطلوب. سمعتوا قصة السور الحائل، الجدار والحارس؟ إذا كان بنينا جدار كبير والحارس ما بنيناش، هو ياتي. حكوا لنا المجاهدين، نقول لك زمان، درك درك رانا مثلا رانا في سنة 55، كاع راكم مجاهدين ومجاهدات. فضيلة الشيخ يعس منا، وخويا نور الدين الرئيس نتاعنا يعس من لهيه، وانا نعس، كل واحد يعس ثغره من الثغور. يوم ما نرقدوش، اي واحد منا يرقد يدخل منه الاستدمار، فرنسا تدخل. يا خويا عس بلاستيك، وكان المجاهدين يقول لك نعس، نقول لهم حدا يترقدوا، خاطر كون ترقد يجي فرنسا تدخل من الثغره نتاعك. اذا لازم نحرصوا دروك مستقلين. وهذه الظروف اللي اكلمكم فيها الان، على بالكم جيراننا واش يعيشوا الان؟ البومبات والاقتلات ودفنوا احياء، واللي ياكل كبده نتاع واحد اخر. ان
النعمة هذه ماناش بخير، أنا بخير بزاف، ولكن لابد أن نحافظ على هذه النعمة وسائر النعم، لأن حاسب عليه يوم القيامة. لذلك المؤسسات اللي لازم تحرص الأمن الفكري وتدعم الأمن الفكري، نبدأ بالأسرة. الأسرة على بالكم مؤتمرات الدولية كيفاش كلخلنا ولا غير كلخلنا، بصراحة نقولها بالجزائرية، نعطيكم في 71 مؤتمر التوصيات كاع راهي في دماغي من الألف حتى الياء، نعطي واحد ثلاثة ولا أربعة نخيرها برك، اختيار انتقاء. في 1974 رومانيا نهار اللي داروا مؤتمرات السكان والتنمية تحت الرعاية السامية للأمم المتحدة، هذا أيضا هم آخر، مؤتمرات السكان والتنمية في 1974 بدأت كل 10 سنوات، 1984 مؤتمر آخر، 1994 مؤتمر آخر، مؤتمر القاهرة الشهير مؤتمر السكان والتنمية حضرته 160 دولة عبر العالم و1200 منظمة غير حكومية. لو كانت قرأوا التوصيات ماشي كما التوصيات اللي نسمعوها بعد حين في المؤتمر نتاعنا، هذا حاجة أخرى، تظلل الأمة، تكسر الأسرة، النواة الأساس في المجتمع تدمر. يلا بالتوازي كاين مؤتمرات المرأة، وعلى بالكم علاش اهتموا بزريعتكم يا البنات يا النساء، خاطر انتم صح يا أخي، قالها المتنبي زمان ماشي أنا قلتها، والرجال عندهم روح رياضية، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. داروا مؤتمرات ماشي يحبوا المرأة، لا يكرهوها. واحد من كبار الماسونيين عبر في العالم قال لازم نعمل من أجل كسب المرأة، تعرفوا ايش قال في الأخير؟ من خلال حقوق المرأة سيدي، وعلى بالكم حقوق المرأة وتعرفوا كل هذه اللغة، قالوا في الأخير مقطع افتح القوس واش يقول، قال كذا كسبنا المرأة فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. يا بابا يا بابا، فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين، أغلق القوس. مؤتمرات المرأة نبدأ من المكسيك في 1975، بعد مؤتمر تاع السكان والتنمية بعام جاء مؤتمر المرأة 1975، 1980، 1985، 1995 في بكين، معروف المؤتمر هذا والضجة اللي صارت، 185 دولة حضرت في هذا المؤتمر، كل خلنا واقتراحات قوانين. نروح الاتفاقيات الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدأ بالميثاق الكبير 48، اتفاقية حقوق الطفل العربي في 84، اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ صدرت في 89، دخلت حيز التنفيذ في 1990، صادقت عليها الجزائر بمرسوم رئاسي في 1992، نفتح قوس خطير، المعاهدة المصادق عليها في الجزائر دستوريا طبقا للمادة 132 تسمو على الدستور، تسمو على القانون، أعيد، المعاهدة المصادق عليها في الجزائر تسمو على القانون الصادر من السلطة التشريعية، أغلق القوس. وهذا عنده أيضا مآلات، وعلماؤنا في الأصول يقررون أن العبرة بالمآلات، أي أن مقتضى الاتفاقية الدولية المصادق عليها تدخل هذه الاتفاقية والمعاهدة في النظام القانوني الجزائري، أي أن القاضي يطبق مقتضى هذه الاتفاقية المصادق عليها. هذا أيضا روح المادة 20 من هذه الاتفاقية تنص على التبني الأدوبسيون. لو كان قلكم الآن ما موقف المغرب تونس ليبيا الجزائر من تبني، تلقى فيها كلام. حنا في الجزائر المادة 46 واضحة من قانون 84/11 يمنع التبني شرعا وقانونا، مي باش يكل خلنا قالك نعم كاين الكفالة الركوي ليغال اللي هي منصوص عليها في الجزائر من المادة 116 المادة 125 من قانون 84/11، إذن ولكن دخلتنا سوسة، دخلتنا التبني، أو التبني حرام، إذن الأسرة عندها ما داروا. لذلك الآن المؤسسة عندها دور كبير في المحافظة على في الحفاظ وفي دعم الأمن الفكري. كلكم جيتم من أسرة، عندكم باباك وإماك والأسرة وجدك وجداك، سورتو أنتم مدركوا عايشين في محنة كبيرة، وإحنا معاكم بكري كان أسرة ثواشولت، كان الكانون، الكانون ما تزيد واشولت، الكانون الخير أربح، الأسرة قاعدة تجتمع يا وذرك، ما كاش الكانون، ذرك ما كاش، هاو كنت لقوا بكم يا شباب وما راكمش معانا
واحد يحاكم طابلته زعما ما واش قاع مبرونشي معنا قاع راه مبرونشي لهيه وزايد بالقصعة تجمعونا ضرك الطباسة فرقونا كل واحد طبس متاعو. هذا في الصحراء البارح في وهران قلت لهم والله غيركم نروح الصحراء نتمتع يجيبوا لنا قصعة وناكلوا خلينا نتشوفوا وضرك الطبس كدير في الطبسين تاعك وطير وضرك ديو لي كاسكور تدخلوا الشومبرات باش يشوف فيسبوك هكذا ديروها البنات ولا لا لا لله في سبيل الله كلوا مع والديكم. كل خلنا على مستوى الطعام وعلى مستوى المنام وعلى مستوى الكلام كل خلنا. هذيك المرة جبتي واحدة قالت لي هل أنا مطلقة ورت لي بورتابل هكذا قريت واش كتب لها قالها بيني وبينك سي بون. قلت لها أنت لست مطلقة قالت لي سي بون هذه معناها سي با بون شنو هذا حتى سي بون تبدلت صافي من اللغة لازم نبدلو. صدقوني غير كي كلمناه قلت له ماذا تقصد بسي بون قال لي أقصد بها باللي مطلقة. يا بابا وراك يا الإمام مالك وراك يا الإمام الشافعي أبا سي بون ولات سي با بون صافي. إذن مشكلة أتى إذن الأسرة عندها دور في الأمن في زرع الأمن الفكري وفي الحفاظ عليه. التعليم حقا نشرح واش قالوا الأساتذة يعني أنا أشرح المتن نتاعهم برك يعني التعليم سيدي من الابتدائي يطلع حتى لكم حتى نوصل لكم وأكيد يكون شوية العوج وكل واحد يعي يسقم 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 نورمال ممكن توصل لكم تسقمتوا سوا سوا. هذه مسؤوليتكم يا شباب رانا في الجامعة وديجا جمعة الفرقان كانت شاطرة جدا دارت الختام عندكم صافي عزوكم ولا لا لا السلوك في حد ذاته حضاري وعنده بعد كبير. إذن الجامع التعليم عنده دور كبير والاهتمام طبعا كل حاجة تحتاج إلى مقتضيات إلى لوازم الوقت لا يسمح. المجتمع المجتمع عنده مؤسسات المؤسسات مدام الإخوة الإباضيين رغمنا يا إخواننا جزاهم الله خير نبدأ بهم اللي هم يقارن يعزفن اسم تقروا على يعزفن إروان إمصردان عندكم مش تلقى مؤسسات. في 92 درت محاضرة في غردايا والشباب هذو الجديد قالك عينا في المؤسسات قدمتم حرام عليكم والله يجي نهار تعرفوا قيمة هذه المؤسسات وقتاش نعرفوا قيمة النور في ظلام. هي المؤسسات مهمة في المجتمع في تأطير المجتمع في مرافقة المجتمع أي مهم. احنا عندنا في المنطقة تجمعات يا حسرة ذلك كان تجمع تخدم ما كانش تروح للقضاء أي مشكلة تصرى يفريوها أي مشكلة تصرى يفريوها واحد باش يهضر لازم يعرف باش يهضر يبدأ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنا عميه يتكون لونكادرمون كاين تأطير داخل القرية وكلمة جماعة موجودة كاع في الجزائر الحمد لله في القارة الجزائرية باش ما نقولش القطر ذي نعمة أخرى موجودة جماعة جماعة قدروا شفت الشيخ كيفاش يهضر على الشيخ تاعو صافي. هذا شيوخ نحبوهم ونعزوهم ونقدروهم شيوخنا يعطونا أوامر نطبقوها يا جماعة الخير باش انتم مثلا باش هذا الخيط لازم يكون مربوط نسلموا على رؤوسهم ونحبوهم وكذا ناخذوا منهم وهم اللي الآن ما زال ناخذوا منهم ونبقاو ناخذوا منهم إلى نهاية حياتنا وأعمارنا. نروحوا للإعلام والإعلام الإعلام ثاني مشكلة كبيرة هذه نطمعوا فيكم بكل صراحة حتى انتم تعرفوا تعرفوا الانترنت تعرفوا الانتاج كاين من الشباب الان من ينتج انتاج يعني انتاجا مؤمنا لافكارنا لعقيدتنا لعبادتنا لاخلاقنا لقيمنا التي تهتز باستمرار من خلال الضربات التي تاتي من هناك ومن هنا ومن هناك. لذلك كل هذه المؤسسات لابد ان تتعاون. اخيرا ربي قال سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ما لازم تعاونوا خطر واحد والله ما يقدر يصنعها ولا شيء يا اخي. قالها الشاعر زمان قال متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. لذلك ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل هذه المؤسسات من اجل تحقيق هذا المقصد لابد أن تهتم أساساً ببناء الإنسان
لأن بناء الإنسان مقدم على بناء العمران. وفي كل خير، شكرا لكم.